ولله الحمد أنا الآن في صحن الطواف لتأدية العمرة عن المرحوم سيد حسين عيساوي أبو رياض، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله، اللهم اغسله بالماء والثلج والبرد، اللهم اغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم نقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم إنه نزل بك وأنت خير منزول به وأصبح فقيرا إلى رحمتك وأنت الغني عن عذابه، يا حي يا قيوم، اللهم باعد بينه وبين النار، اللهم باعد بينه وبين النار كما باعدت بين المشرق والمغرب يا رب العالمين، اللهم انزل على قبره الضياء والنور، اللهم انزل على قبره الضياء والنور والفسحة والسرور، اللهم اكتبه عندك من الصابرين وجازه جزاء الصابرين، اللهم اكتبه عندك من الصديقين والصالحين والشهداء والأخيار والأبرار، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعله حفرة من حفر النار برحمتك يا عزيز يا جبار، اللهم اخرجه من مواطن الدود ومن ضيق اللحود إلى جناتك جنات الخلود يا عزيز.